متواتلو يمشي الشيري الياس الياس الشيري الياس الشيري كرة منتخب تونسي كرة بسليتي سليتي وضرب الجزاء ضرب الجزاء لنصورنا ضرب الجزاء لولادنا ورجالنا جيبها يا سليتي جيبها 33 دقيقة لعب كعب ريالو الغزال القادم من الصحراء إلى الذهبية نعم سليتي وضرب الجزاء 7 بينالتيات أهداف فيما سبق الثامنة يا ربي في المساكني يوسف المساكني يا ربي يا علي المساكني المساكني توني كاباسا يتقدم يوسف المساكني يحط كورة إيلياي واحد بلاش لتونس واحد بلاش للخضرة 1-0 تونسنا تونس تونسنا عن طريق هدف النمس اللي يدخل التاريخ يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات باف سليتي ضرب الجزاء النمس يحط الجول ويصبح أول لاعب في تاريخ نصول كرتاج يسجل في 4 نهايات مختلفة في الكان حات وقت الكونتر اتاك لقتل المباراة ترجع كورة شنو هذه والكرة خطيرة للمنتخب الأنغولي حذاري والحارس